صباح الفل او مساء الفل على حسب انت بتسمعنا امتى. الهارت فيلير عايزين نلمه كده بسرعة، لان هو موضوع مهم وهينزل طبعا في امتحان التي بي ال. والهارت فيلير ده هو المطاف الاخير كده بتاع كل امراض القلب، يعني ما تيجي في الاريزميا ممكن تعمل هارت فيلير، الهايبرتنشن تعمل هارت فيلير، مايكارديال انفاركشن تعمل هارت فيلير، مايكارديتس تعمل هارت فيلير، اي حاجه في القلب ممكن تعمل هارت فيلير. فيعني دي البوابه الاخيره يعني بتاعت الكارديولوجي اللي بتسلم على الاخر بقى. طيب الهارت فيلير معناه ايه؟ ان القلب مش قادر يقوم بوظيفته. طب ايه وظيفه القلب؟ ان هو يضخ الدم في السيركيوليشن، فهو مش قادر يميت الميتابوليك ديماندز في البطن. وده بسبب ايه؟ بسبب structural او functional cardiac abnormality بتخلي الفنتريكل مش قادر يجيب القلب. سهلة؟ سهل، يعني القلب فشل انه يقوم بالوظيفة بتاعته. طب هل الموضوع ده منتشر؟ اه منتشر، لو بنتكلم على general population بنتكلم على 2-3%، اما في السن الكبير على سن 70 سنة ممكن النسبة تصل الى 10-20%. طب يعني هو الرقم ده مطلوب منك تحفظه؟ لا، بس انا بوريك حجم المشكلة، بوريك ان من كل 100 واحد في 2-3 عندهم هارت فيلير. يعني دي نسبة لو انت شغال في عيادة جي بي فانت المفروض ان هو في الشهر يجي لك 2-3 هارت فيلير. كونك ان انت ما تشخصش الناس دي هتموت. في ناس كتير بتقعد تلف بهارت فيلير وتاخد ادوية شيست وبخاخات وحاجات دي ومش بيخف. ليه؟ علشان هو ما تشخصش. طيب ايه يعني مشكلة الهارت فيلير؟ يعني ايه اللي بيخلي الراجل بتاع الهارت فيلير ده بيموت؟ اقول لك ليه. تعال كده نشوف الفيشوال سيركل العين ده بيخش فيه. العين ده بيحصل هارت فيلير. هارت فيلير يعني مفيش دم طالع في الاورطة، فبيحصل هايبوتنشن. طب الهايبوتنشن ده هيفضل هايبوتنشن لغاية امتى؟ ما الجسم لازم بيرد عليه علشان يعمل حاجة اسمها كومبنساتوري ميكانيزم. اول كومبنساتور ميكانيزم هيعمله لك تاكي كاردي. يعني الهاي بوتنشن دايما احنا عارفين انها بتعمل ريفلكس تاكي كاردي. تاكي كاردي حلو، بس خلي بالك ان التاكي كارديا دي مش حاجه حلوه، لان التاكي كارديا هتزود احتياج القلب للاكسجين والضغط واطي، فبالتالي هتاذي القلب مش هتحسن. ادي اول حاجه. تاني حاجه يروح على الكلى، يا كلى في هاي بوتنشن، فالكلى تقول يا نهار ابيض يا نهار ابيض، تروح الكلى مطلعه الرينين انجيوتنسين الدسترون سيستم اللي ساعدته هيعمل فازو كونستريكشن في محاوله منه ان هو يرفع الضغط، وهيعمل سولت ووتر ريتنشن في محاوله ان هو يرفع الضغط. الفازو كونستريكشن هيضر بالقلب، والسولت ووتر ريتنشن هيزود كونجيشن وهيضر بالقلب. يجي يروح للسمباثاتيك نيرفس سيستم، يا سمباثاتيك نيرفس سيستم الحقني الحقني انا عندي هايبوتنشن. يروح السمباثاتيك نيرفس سيستم عامل ايه؟ عامل فازو كونستريكشن سولت ووتر ريتنشن، وده كله يزود اللود على القلب مره تانية، يعمل فلويد اوفر لود ويحصل مور هارت فيلير مور هايبوتنشن، ويدنه في الفيشوال سيركل دي لغايه لما العين يموت. في عندنا 2 كومبنساتور ميكانيزم وحشين، وعندنا 1 كومبنساتور ميكانيزم حلو. الكومبنساتور ميكانيزم الوحشين اللي هم السمباثاتيك نيرفس سيستم والراس سيستم، الحلو اللي هو الناتريوريتك بيبتايد سيستم. السمباثاتيك نيرفس سيستم، يا السمباثاتيك نيرفس سيستم في هايبوتنشن، القلب فشل ان هو يحافظ على ضغط الدم. السمباثاتيك نيرفس سيستم يرد عليه يقول لك ولا يهمك، انا هعمل لك فازو كونستريكشن عشان ارفع الضغط. فازو كونستريكشن ده للاسف هيضر بالقلب، لانه هيرفع الضغط اللي القلب بينقبض قصاده، فبالتالي هيزود الافتر لود او هيعمل بريشر اوفر لود على القلب. واحد، وهيروح على الكلى يعمل فيها هايبو بيرفيوجن، فهيخلي الكلى تشغل الراس سيستم، والراس سيستم هيتهبل زي ما هنعرف دلوقتي. ادي اول حاجه. تاني حاجه السمباثيك نيرفس سيستم يعملها، يا قلب اشتغل لي بسرعه بقى يا باشا، انت لا مؤاخذه بتطلع لك كميه دم قليلين، يلا كده ايه كربج نفسك، يعني اشتغل بسرعه تاكي كاردي، ومن التاكي كاردي تزود الاكسجين ديماند. طب ويروح مطلع لك رينين، يروح مأكتف الراس سيستم. شايف؟ ادي السمباثيك نيرفس سيستم هيدخل القلب بفيشوال سيركل لغايه لما ايه
لغاية لما العين يموت. عشان كده أحد أركان التريتمنت إن أنا أدي بيتا بلوكرز. إكسلنت. تاني حاجة راس سيستم. طب الراس سيستم ده هيعمل إيه؟ ده الرينين بيطلع يحول الأنجيوتنسينوجين لأنجيوتنسين، والأنجيوتنسين 1 يتحول لأنجيوتنسين 2 بحاجة اسمها أنجيوتنسين كونفرتنج إنزيم. حلو. والأنجيوتنسين 2 يروح يستيموليت الالدوستيرون ريليز، والليله دي كلها بتعمل لي فازو كونستريكشن وبتعمل سولت ووتر ريتنشن. الفازو كونستريكشن هيعمل ايه؟ هيرفع اللود قصاد القلب، وهيعمل مور رينال هايبوبرفيوجن اند مور ستيموليشن للراس سيستم. ده مش كده وبس، السولت ووتر ريتنشن ده هيعمل ايه؟ فوليوم اوفرلود على القلب. ده مش كده بس، ده الراس سيستم بيطلع يعمل فايبروزس في المايوكارديوم. يا نهار ابيض، يعني هيعمل لي مور سيستوليك ديسفانكشن، هيعمل مور سيستوليك ديسفانكشن. مين ابن الحلال بقى؟ الناتورتك بالطايد. لما القلب مش قادر ان هو يطلع الدم اللي جواه، هيحصل استريتش جواه. الاستريتش ده بيطلع حاجه اسمها ناتورتك بالطايدز عشان تنزله بقى، تعمل دايروسيس وتعمل فازو دايلاتيشن. يبقى احنا عندنا كام كومبنساتور ميكانيزم؟ اتنين وحشين وواحد حلو. مين الوحش؟ سمباثيتك نيرفوس سيستم وراس سيستم. مين الحلو؟ ناتروريتك بالطيب. زي الفل. ايه انواع الكلاسيفيكيشن؟ يعني ايه كلاسيفيكيشن في هارت فيلير؟ سهله يا عم، اناتومي. يا اما الليفت هو اللي باظ، يا اما الرايت اللي باظ، يا الاثنين باظوا، يا اما واحد باظ بسبب الرئه. الليفت باظ اسمه ليفت سايد هارت فيلير، الرايت باظ رايت سايد هارت فيلير. الاثنين باظوا بيسموها باي فنتريكولار فيلير او كونجستيف هارت فيلير. او اللي رايت باظ اون توب اوف بالمونري ديسيز بيسموها الكور بالمونير. طب في حاجه تانية؟ طب العين ده جاي كرونيك، يعني بقاله فتره بيشتكي، ولا جاي اكيوت النهارده؟ اكيوت هارت فيلير وكرونيك هارت فيلير على حسب السيستوليك فانكشن. وايه السيستوليك فانكشن وايه الايجكشن فراكشن ده؟ يعني مش فاهم انا، ما تفهمني كده. ايجكشن فراكشن، فراكشن يعني نسبه، وايجكشن يعني خصم. فبيقول لك ايه نسبة الدم اللي القلب بيطلعها أثناء الانقباض كام؟ هو يعني الدم لو جايله، لو القلب جايله 10 كيلو دم، ده يعني بنتكلم كده بأسلوب الفكاهنية، 10 كيلو دم، لما ينقبض يطلع كام؟ يقول لك يطلع 5. يجي له كام السايكل اللي بعديها؟ 5. يطلع كام؟ 5. يعني في 5 متحوشين جوه وخمسة بيلعبوا. فبالتالي كل مرة بيطلع من العشرة اللي جواه 5، يعني الفراكشن اللي بيحصل له ايجكشن 50. 5 على 10 فيها النص، 50%. عشان كده نقول لك النورمال ايجكشن فراكشن من 50 لـ70%. يعني القلب قادر انه يطلع من 50 لـ70% من كمية الدم اللي جواه مع كل كونتراكشن. ده الايجكشن فراكشن. قال لك لو الهارت فيلير حصل والايجكشن فراكشن اكتر من 50% بيسموه هارت فيلير ويز بريزيرفد ايجكشن فراكشن. يعني مش مشكله انقباض، هتبقى مشكله دايستوليك هارت فيلير. طب لو الهارت فيلير حصل والايجكشن فراكشن من 40 ل 50% بيسموها هارت فيلير ويز مايلد ريديوسد ايجكشن فراكشن. طب لو حصل والايجكشن فراكشن اقل من 40% بيسموه هارت فيلير ويز ريديوسد systolic function او with reduced ejection fraction. يعني معنى كده ان القلب ممكن يفشل بسبب مشكله في السيستول او مشكله في الدايستول. لا باشا مش فاهم، اقول لك انا. المفروض القلب يبقى عامل زي الاستك، يجيله دم ويطلعه. طب نفترض القلب بقى استف، المفروض يستوعب 5؟ لا، ده بقى بيستوعب 2. فبالتالي مع كل ايجكشن نورمال كان بيطلع في النورمال 5، دلوقتي هيطلع 2. هل بيطلع 2 عشان هو مش عارف يكونتراكت؟ لا، ده بيكونتراكت زي الفل، مش عارف يستوعب اثناء الدايستول، وهو ده اللي بيسموه الدايستوليك هارت فيلر. الراجل ما عندوش مشكله في الكونتراكشن، بس ما عندوش مكان ياخد دم اثناء الدايستول بسبب مايوكاردال ستيفنس. ما عندوش وقت يستوعب اثناء الدايستول في العين اللي بيخش في تاكي كارديا. طب واحد عنده سيستوليك هارت فيلير معنى ايه؟ معنى ان هو عنده
اثناء دستول الدم موجود، بس هو مش قادر يكونتراكت عشان يطلعه. انت متخيل؟ في واحد بقى اسوأ واضل، عنده سيستوليك هارت فيلير وعنده دايستوليك هارت فيلير، وده بيبقى مصيبته مصيبه. طب تعالى بقى، هل في حاجه اسمها هارت فيلير كودنج الاوتبوت؟ اه، في حاجه اسمها لو كاردياك اوتبوت هارت فيلير، وفي حاجه اسمها الهايبر دايناميك سيركيوليشن بقى مع الهايبر ثايرويديزم ومع هي اللي بتعمل حاجه وات از كولد هاي كاردياك اوتبوت فيلير. اسباب الهارت فيلير، تعالى بقى نمزج كده ونتخيل، احنا عارفين الاناتومي اوف ذا هارت، هنتخيله علشان نعرف ايه الاسباب اللي ممكن تؤدي للهارت فيلير. في عندنا ليفت سايد هارت فيلير وفي عندنا رايت سايد هارت فيلير، حلو. طب الليفت سايد هارت فيلير بيقسموه لايه؟ ليفت اتريال فيلير وليفت فنتريكولار فيلير. طب ايه اللي يخلي الاوزين يفشل والليفت فنتريكل سليم؟ اه، دي الصمام الميترالي. دي الصمام الميترالي هيحوش الدم في الليفت اتريوم، انما الليفت فنتريك الباشا زي الفل، هات لي وانا اطلع. انما المشكله كلها على مستوى مين؟ على مستوى الاوزين. فالميترال ستينوزس يعمل ليفت اتريال فيلير. طب ما تعمل لي كده ميترال ستينوزس بس مش بسبب ضيق في الصمام، حط لي كوره كده تيومر اسمها ميكزوما، خليها سقطالي كده في الميترال فيلف، ما تعديش الدم، هتعمل نفس المشكله بتاعت الميترال ستينوزس دي، اسمها ليفت اتريال ميكزوما، تبقى طالعه من الاتريال سيبتم واعدالي في الميترال فيلف وتعمل ليفت اتريال فيلير. طب ليفت فنتريكولار فيلير، تعالى بقى نطبق اللي احنا خدناه اول مره. ايه اللي خدناه اول مره؟ قلنا في حاجه اسمها فوليوم اوفرلود وحاجه اسمها بريشر اوفرلود. ماشي، يعني ايه فوليوم اوفرلود؟ فوليوم اوفرلود يعني انا زودت البلاد فوليوم على القلب اثناء الدايستول قبل ما يبدا في الكونتراكشن، عشان كده سموها بريلود. يعني الفوليوم اوفرلود هو البريلود. ماشي، طب وايه الليجنز اللي جوه القلب او بره القلب تزود للبلاد فوليوم على القلب اثناء الدايستول؟ تعالى كده نشوف. مايترال ريكيرج معناه ايه؟ يعني ارتجاع في الصمام الميترالي، يعني اثناء الكونتراكشن في حبه دم بيروحوا الاورطه وحبه دم يرجعوا الليفت اتري، يروحوا نازلين له تاني مع الدم اللي اصلا كان يجي من الليفت اتري، يبقى كميه الدم جات له، يجي ينقبض يرجع تاني للاوزين ويرجع له تاني، يرجع للاوزين ويرجع له تاني، ففي عندنا فوليوم اوفر لود. فالفوليوم اوفر لود هيعمل كومبنساتوري دايلاتيشن، والدايلاتيشن والاسترتش يعمل باورفول كونتراكشن لغايه لما يوصل لليميت وبعد كده يحصل فيلير. مايترا ريجيرج، ايه تاني؟ اورتيك ريجيرج، كل ما يجي ينقبض يدخل الاورطه يرجع له الدم تاني، ياه يرجع له الدم تاني، ايه الشغلانه دي؟ ايه تاني؟ حاجه اسمها فنتريكولار سيبتال ديفكت او في اس دي، خرم فين؟ خرم في الجدار اللي بين البطنين. طب ده يعمل لي ليه يعني؟ اقول لك انا، وانت دلوقتي اللي معاك كونتراكشن الدم بدل ما يطلع في الاورطه بيروح على الرايت فنتركل، يقوم يروح فين؟ على الرئه، يرجع بسرعه ليه الليفت فنتركل، فالشنط ده بيزود الدم اللي رايح على الليفت فنتركل، لان الليفت فنتركل كل ما يجي ينقبض عايز يخلص من الدم في الاورطه يروح للرايت فنتركل ويلف من الرئه ويرجع له تاني، مش شغلانه دي. فالفوليوم اوفرلود على الليفت فنتريكل هو الميترال ريجيرج، اورتيك ريجيرج، فنتريكولار سيبتال ديفكت. القلب يرد ازاي؟ ان هو يحصل دايلاتيشن هايبر دايناميك كونتراكشن لغايه لما يحصل فيلير. طب البريشر اوفرلود معناه ايه؟ معناه ان البريشر اللي في الاورطه اللي القلب بيقابله بعد ما يبدا في الانقباض عالي. زي ايه؟ اوبستراكشن في الاورتيك فيلف، اورتيك ستينوزس، القلب زي الفل اثناء الدايستول ما يدراش بحاجه، يجي ينقبض يلاقي في ستينوزس قدامه، ده بريشر اوفرلود. يجي ينقبض يلاقي هايبر تنشن قدامه، ده بريشر اوفرلود. يجي ينقبض يلاقي في ضيق في الاورطا كونجينيتال اسمه كواركيتيشن اوف اورطا، ده اسمه بريشر اوفرلود. طب انت لما بتروح الجيم وتمسك حديد انت بتعمل ايه؟ بتعمل بروشر اوفرلود على عضله، فالعضله بترد عليك وتعمل
هايبرتروفي، تعمل بقى مجانس وترابيس وحاجات من دي، او القلب بيرد بالموضوع ده. بيرد ازاي؟ بيعمل ليفت فينتريكولار هايبرتروفي علشان يقابل الضغط العالي اللي بينقبض في وشه. طب هيحصل هايبرتروفي لغاية ايه؟ لغاية لما يفيل في الاخر ويحصل هارت فيلير. فالليفت سايد هارت فيلير ممكن يحصل بسبب حاجات كانت بتعمل فوليوم اوفرلود زي الميتر ريجيرج، اورتيك ريجيرج في اس دي، او بريشر اوفرلود زي الاورتيك ستينوزس والسيستميك هايبرتنشن والكواركتيشن اوف اورت. خلي بالك واحنا ماشيين في حاجات عليها نجمة، النجمة دي ممكن تسبب اكيوت هارت فيلير. يعني واحد في امان الله قاعد زي الفل، ضغطه فجأة 230 على 140، هيحصل اكيوت هارت فيلير. واحد قاعد زي الفل فجأة حصل اورتيك دايسكشن واكيوت اورتيك ريجيرج، اكيوت فوليوم اوفرلود على القلب، يحصل اكيوت هارت فيلير. فاحنا ماشيين اي حاجة عليها نجمة ممكن تيجي باكيوت هارت فيلير. طب ايه تاني يعمل ليفت فنتريكولار فيلير؟ لا فوليوم ولا بريشر اوفرلود، انا رحت على عضلة ضربتها، المايوكارديوم نفسه ضربته. ضربته ازاي؟ التهاب مايوكاردايتس، فايرال انفكشن وعمل دايليتد كاردوميوباسي، جلطة قلب وموتت العضلة، عملت اسكيميا، اكيوت اسكيميا، اكيوت انفاركشن، العضلة ماتت ما عادتش شغالة. او الراجل ده بيخش في تاكي كارديا واريزميا، والاريزميا لما تسيبها من غير علاج فترة كبيرة القلب بيحصل فيلير وبيحصل مايوكارديال ديبريشن. فعندنا في اربع اسباب تضرب المايوكارديوم في مقتل وتعمل هارت فيلير: مايوكاردايتس، ايديوباسيك دايليتد كاردوميوباسي، اكيوت مايوكارديال انفاركشن، والاريزميا انديوسد مايوكارديال ديسفانكشن. هل في اسباب بتعمل دايستوليك مايوكارديال ديسفانكشن؟ احنا اتفقنا ان احنا الهارت فيلير يا سيستوليك يا دايستوليك. اقول في نوع من الكاردوميوباسي اسمه ريستريكتيف كاردوميوباسي. عارف يعني ايه ريستريكتيف كاردوميوباسي؟ يعني القلب مش قادر ينبسط، فما فيش مكان ياخد دم في الدايستول، فيحصل هارت فيلير ولو كاردياك اوت بسبب مشكله في الدايستول وليس مشكله في السيستول، فيعمل دايستوليك هارت فيلير. واحد عنده هايبرتروفيك كاردوميوباسي، القلب متضخم بسبب مشكله جينيه، فبقى القلب مسبس جواه قليل، هايبرتروفايد والكافيتي قليل قوي، ومش قادر ان هو يستوعب الدم في الدايستول، ويرجع يعمل هارت فيلير بسبب دايستوليك هارت فيلير. والله العلم سهل، لو فهمته العلم سهل. طب يلا نألف احنا بقى رايت سايد هارت فيلير باشا. ما هي هي، في عندي رايت اتريال فيلير ورايت فنتريكولار فيلير. طب ايه اللي يعمل رايت اتريال فيلير؟ ايوه، ترايكاسبيد ستينوزس ورايت اتريال ميكزوما، شاطرين. طب مين يعمل رايت فنتريكولار فيلير باشا؟ هنلود بريشر اوفرلود على الرايت فنتريكل. لود لي يلا، حط لي كاتمه قصاد الرايت فنتريكل اثناء الكونتراكشن، بالمونري ستينوزس صح، بالمونري هايبرتنشن صح. طب لود لي على الرايت فنتريكل فلويد اوفرلود، يعني كل ما ينقبض الدم يرجع له تاني، حلو صح. ترايكاسبيد ريجيرج زي ما هناك مايترا ريجيرج صح، بالمونري ريجيرج زي ما هناك اورتيك ريجيرج، واتريال سيبتال ديفكتس. اشمعنى؟ يعني هناك قلنا فينتريكولار سيبتال ديفكت ان كل ما الليفت فينتريكل ينقبض الدم يهرب على الرايت فينتريكل يروح على اللنج ويرجع له تاني. انما هنا الاتريال سيبتال ديفكت قاعده تجيب دم منين؟ من الليفت اتريوم، لان الليفت سايد اوف ذا هارت البريشر فيه اعلى من الرايت سايد اوف ذا هارت. بقى الرايت فنتريك اللي بيستقبل دم من السيستميك سيركيوليشن، من الانفيرو فينا كيفا والسوبرو فينا كيفا، ومن الليفت اتري. فبالتالي الفلويد اللي رايح للرايت فنتريك اثناء الدايستول زياده، فده فوليوم اوفرلود. طب ايه تاني؟ قال لك ممكن برضو نعمل سيستوليك مايوكارديال ديسفانكشن، وفي حاجات بتصيب الرايت فنتريك بالاسم، مرض كده اسمه اريزموجينيك ارفي ديسبليزيا، المايوكارديوم بدل ما هو مصل كده بيبقى فات، اسمه فايبروفاتي انفلتريشن، ويعمل مايوكارديال ديبريشن وديسفانكشن. ممكن يحصل جلطه في الرايت فنتريكل، اللي هو الرايت فنتريكل ده ايه؟ مش دم ولحم. ممكن يحصل كتمه في الكورونار ويقفل،
ويعمل رايت فنتريكيولار فيلير. في اسباب تعمل دايستوليك مايوكارديال ديسفانكشن، صح، الريستريكتيف كاردوميوبثي زي ما بتصيب الليفت سايد ممكن تصيب الرايت سايد. يبقى احنا دلوقتي عرفنا يعني ايه هارت فيلير، يعني ايه الكلاسيفيكيشنز اوف هارت فيلير، ايه اسباب الهارت فيلير، وايه الكومبنساتوري ميكانيزم الوحشه والكومبنساتوري الميكانيزم الحلو. طب العيان ده هيجي لك ازاي؟ يعني البرزنتيشن بتاعه هيشتكي لك من ايه؟ ممكن يجي لك لو هو ليفت سايد هارت فيلير يجي لك بالمونري كونجستيف سيمتومز، يجي يقول لك كده بالظبط، دكتور انا عندي كرشه نفس لما امشي او انام على ظهري، ولما انام بالليل ممكن اصحى بعد ما انام بساعتين كده على كرشة نفس رهيبة. تعرف ليه؟ ما هو الليفت سايد اوف ذا هارت ده لما يفشل فهيكوم الدم فين؟ صح، هيكونه في الرئة. فلما يكونوا في الرئة يسموها كونجيشن، بالمونري كونجيشن، يعني في احتقان في الرئة. الاحتقان في الرئة ده مع المجهود يعمل له كرشة نفس. لما ينام على ظهره والفينا سيرتيرن يزيد، الاحتقان هيزيد. لما ينام بالليل هيصحى بعد ساعتين بباروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا او وات از كولد اللي هي النايت بالمونري ديما بتاعت الهارت فيل. يبقى احنا البالمونري كونجستد سيمتومز اهم دلالات ليها هي الديسنيا والاورثوبنيا والباروكسيزمال نوكتورنال ديسنيا. طب عايزين حاجه كلينيكال بقى، كلينيكال اكسبيرينس، ايه اللي يفرق الديسنيا بتاعت الهارت فيلير عن الديسنيا بتاعت العين الشيست مثلا؟ ممكن تقول لي انها اكزيرشنال، هقول لك العين بتاع الهارت فيلير بيحصل له اكزيرشنال ديسنيا وعين الشيست بيحصل له اكزيرشنال ديسنيا، مش هتفرق قوي. طيب ممكن تقول لي اورثوبنيا، اقول لك والله ساعات برضو ده بيحصل اورثوبنيا، والعين بتاع اللي عنده شيست ساعات برضو بنوم على ظهره وما بيريحوش، مش هيفرق قوي. تقول لي العلاقه بالكف، اقول لك ماشي، الهارت فيلير الكرشه في النفس بتبدا الاول وبعد كده الكحه، والكحه بتبقى ناشفه، انما العيان الشيست الكحه بتسبق كرشه النفس وغالبا تبقى معاها الكحه ببلغم. تساله كده يقول لك اه ده في بلغم لازم كده بقعد اكح واطلع. يعني الديسنيا اكتر في الهارت فيلير، الكح اكتر في العيان الشيست. اقول لك بقى كلمة سر، اسأل المريض قول له لما بتشم ريحة كولونيا نفسك بيضيق ولا كويس؟ لو نفسه بيضيق ده غالبا شيست. لو قال لك لا عادي مش فارقة معايا، يعني ده مش ازماتيك او مش عنده حساسية يعني، او رياكتيف ايروي ديس اوردر. العيان بتاع الهارت فيلير شكوته كلها بالليل مش عارف ينام على ظهره. عيان الشيست دايما شكوته ايرلي مورنينج الصبح. طيب انا برضو لغايه دلوقتي مش قادر افرق. طب ما هو مش كل حاجه تيجي بالهيستوري، انت بالهيستوري عرفت فيه ديسنيا، قلت ده ممكن يكون كونجستيف سيمتومز. لما تطلع بالاكزامينيشن هتقدر ان انت تفرق بين الشيست وبين الهارت زي ما هنعرف دلوقتي. طب ايه تاني بالمونري كونجستيف سيندروم؟ قال لك الاحتقان ده ممكن يطلع شويه دم كده ويعمل هيموكس، ماشي، وكحه، وخاصه انها بتبقى دراي كوف لما ينام على ظهره لما يبذل مجهود زي الديسنيا والقرصب، ماشي. والاحتقان ده مش دم موجود في الرئه، يعني ممكن يحصل له التهابات رئويه متكرره، ريكورنت شيست انفكشن. طب الاكيوت، الكيوت ده مصيبة سودة، ده بيجي لك بيموت. واحد غرقان في نفسه، غرقان في مية مقللة زي الشيشة كده في الرئة بتاعته، مش قادر يلقط نفسه. يبقى أول حاجة ممكن يجي لك العيان بيها هي بالمونري كونجستيف سيمتومز، ودي في حالات الليفت سايد هارت فيلير. طيب ايه تاني؟ اتفضل يا باشا. ممكن العيان يجي لك بسيستميك كونجستيف سيمتومز، امتى؟ لو رايت سايد هارت فيلير او باي فنتريكولار فيلير.
انما بيور ليفت سايد هارت فيلير ولسه ما قلبش رايت سايد هارت فيلير مش هيجي لك سيستميك كونجستد سيمتومز، انما رايت سايد هارت فيلير او باي فنتريكولار فيلير ممكن يجي لك بايه سيستميك كونجستد سيمتومز، اللي هما ايه خزن كده الميه كده في الجسم هيملى زي الطشت من تحت لفوق، لور لمب ايديما اطلع فوق يعمل اسايتس، جي اي تي كونجيشن ويعمل ديسبيبسيا، وهيباتيك كونجيشن ويعمل رايت هايبوكوندريبي. الاثنين مش عارف يضخ دم فممكن يعمل لك لو كاردياك اوتبوت سيمتومز، خاصة سمع واحد بيقول كلمة مهمة، خاصة ايه؟ ايوه خاصة لو السبب بتاع الهارت فيلير كان مثلا اورتيك ستينوزس او بالمونال ستينوزس. ايوه كده ايوه كده، عايزين نلعب على كده مع بعض. طب وايه دلالات اللو كاردياك اوتبوت؟ كل ما يمشي فتيك، مفيش دم واصل للعضلات وهو ماشي، مفيش دم واصل للمخ، ممكن يحصل ديزنس وسينكوبال اتاكس، اطرافه ساقعه تسلم عليه تلاقي اطرافه ساقعه. طب ايه تاني؟ ممكن العيان يجي بكومبليكيشن للهارت فيلير، يعني اول ما يجي لك كده يقول لك انا ما بشتكيش من كرشه نفس، ما يعرفش يعبر عنه، يقول لك انا حاسس ان قلبي بيجري، يكون العيان دخل في كومبليكيشن اسمها تذبذب اذيني اترال فايبريليشن، وهو ده اللي يجيب العيان. ده مش كده بس، ده الاتريال فايبريليشن ممكن يبريسيبيتيت اكيوت هارت فيلير العيان ويجيب لك باكيوت بالمونري اديما، يعني يبقى كومبنسيتد وزي الفل ومش حاسس باي حاجه، اسيمتوماتيك. اول ما يخش في اي اف والهارت ريت يبقى 180 يجي على مناخيره على طول باكيوت هارت فيلير. ايه تاني؟ ممكن عيان يجي لك بقى بعد ما يكون يعني لف على طول الارض ومحدش عارف يشخصه بادفانسد هارت فيلير وكارديوجينيك شوك. كارديوجينيك شوك يعني ايه كارديوجينيك شوك؟ كارديوجينيك شوك يعني انخفاض في ضغط الدم وتيشو هايبو برفيوجن بسبب ان القلب مش عارف يشتغل، يعني هايبو تنشن مع هايبو برفيوجن. هايبو برفيوجن ده اعرفه ازاي؟ كولد سويتي اكستريميتيز واوليجوريا او انوريا. طب وايه دلالة ان القلب هو السبب؟ كونجستد نيك فيلز. عارف لو انت لقيت واحد عنده هايبو تنشن اند انتي نيك فيلز، يبقى معنى كده ان ده مش كارديوجينيك شوك. ما كارديوجينيك شوك يعني بامب فيلير، يعني القلب مش قادر يضخ الدم في الاورطه ومخزن الدم وراه، فالفينس بريشر عالي والضغط واطي. انما لو لقيت الفينس بريشر واطي والضغط واطي، دي هايبوفوليميك شوك نوت كارديوجينيك شوك. يعني عيان الهارت فيلير هتقابله بيشتكي لك من حاجه من اربعه، يا كرشه نفس، يا سيستميك كونجيشن، يا لو كاردياك اوتبوت، يا كومبليكيشن زي الاترال فايبريليشن او الكارديوجينيك شوك. حلو، انت دلوقتي عيان جالك بالشكل ده وليكن كرشه نفس او عيان تاني جالك بلور لمب ايديم، فانت هتقوم تفحصه علشان تعرف الديفرنشال دايجنوز بتاعه، يعني هل ده كاردياك ولا شيست ولا رينال ولا ايه نظامه؟ فهتقوم بقى تفحصه. طب وانت بتفحصه بتدور على ايه؟ بتدور على اي انومالي تخص القلب، اللي هم ايه؟ عايز تدور في البلس والبلاد بريشر والنيك فينز والانسبكشن والبالبيشن والاوسكالتيشن، تشوف فيه هل في ستراكشرال هارت ديزيز ولا لا. ان وجد فانت بتسبورت الدايجنوزس اوف هارت فيلير، وان لم يوجد فتبقى لسه البازل موجودة وانت ما استفدتش حاجة. الاكزامينيشن جنرال اند لوكال اكزامينيشن، والجنرال اكزامينيشن هما المينتاليتي والاي بي سي دي والفيتال ساينز والريجونال والاذر سيستمز، واللوكال اكزامينيشن انسبكشن بالبيشن واوسكالتيشن. تعالى يا عم نطبق شيت العملي هنا. اول حاجه المينتاليتي، هل العيان ده ممكن يجي لك بديستربت كونشس ليفل؟ انت عارف ان الستروك احد الكومبليكيشنز بتاعت الهارت فيلير، ممكن يعني يجي لك ستروك وتكتشف قدرا ان هو عنده هارت فيلير، او يكون كارديوجينيك شوك، شوك ده عيان شوك ديستربت كونشس ليفل عشان ما فيش دم واصل للبرين، ده اكيوت سيتويشن ممكن تعمل. ايه تاني؟ فايتال ساينز البلس، لو هو جاي لك من غير ميديكيشن غالبا هيبقى في تاكيكارديا،
ككومبنساتوري ميكانيزم، انما لو واخد بيتا بلوكر مش هيبقى فيه تاكي كارديا. هارت فيلير يعني لو كاردياك اوتبوت، فالبلس فوليوم هيبقى ويك، ويك بلس فوليوم. انما ممكن يكون الريجولار بلس لو جاي لك بكومبليكيشن زي الاتريال فايبريليشن، الذبذبه الاذينيه اللي بتعمل الريجولار بلس. وفي حاجه كده اسمها بلسس اولترنانس. بلسس اولترنانس يعني لو انت حاطط ايدك تبص تلاقي فيه بلسه قويه وبلسه ضعيفه، بلسه قويه بلسه ضعيفه. طب ايه سببها دي؟ قال لك ان في جزء من الميوكارديوم بيعطل في سايكل ويشتغل في السايكل اللي بعديه، فلما يشتغل في السايكل والقلب كله يشتغل كويس يعمل لك جود بلس فوليوم، السايكل اللي بعدها نص القلب يشتغل يعمل لك ويك بلس فوليوم. دي بيسموها بلسس اولترنانس، ودي احد الشور ساينز اوف هارت فيلر ده يعني لو لقطها. طب البلاد بريشر، المفروض ان انت تلاقي البلاد بريشر عالي لو سبب الهارت فيلير هايبرتنشن. الله عليك، انما المفروض ان تلاقيه واطي في العيان الهارت فيلير العادي، او هايبوتنشن في العيان اللي هو جاي لك بكارديوجينيك شوك. تمبريتشر، انت تعرف ان الانفكتيف اندوكاردايتس هي احد اسباب الفالفولار ليجنز اللي ممكن تعمل هارت فيلير؟ يعني ممكن العيان يكون جاي لك اكيوت هارت فيلير وفيفرش ويكون السبب انفكتيف اندوكاردايتس، عدوى على الصمام عملت اكيوت اورتيك ريجرش بالشفاء. طب يعني كل عيان سخن وهارت فيلير هيبقى انفكتيف اندوكاردايتس؟ لا. هو ايه اشهر سبب بيخلي العيان الهارت فيلير يهيج؟ شيست انفكشن، كوفيد يا عم. عادي واحد عنده بالمونري كونجيشن وكل شويه يجيله شيست انفكشن وفيفر. وانت بتفحصه لما تلاقيه فيفر حط علامه استفهام على جنب، علشان ممكن يحتاج انتيبيوتكس في التريتمنت بتاعه. نفسه هتلاقيه تكبنك، خاصه لو دي كومبنسيتد هارت فيلر. طيب ابيرنس بتاعه، واحد جاي لك عنده كرشه نفس ودي كومبنسيتد هارت فيلر هتلاقيه متوتر وريستلس، ريستلس ابيرنس. انما واحد عنده ادفانسد هارت فيلر من زمان وعنده جي اي تي كونجيشن وما بياكلش والكلى بتوقع بروتين وعنده كاردياك كاشيكسيا وحالته تعبانه، فممكن يكون ريستلس لو اكيوت هارت فيلير، اما لو ادفانسد هارت فيلير كاشيكسيا لانه ما بياكلش ونفسه مسدوده وعنده مال نيوتريشن. البلت غالبا بسبب الكونجيشن بيبقى مليان معبي ميه، بيبقى اوفر ويت بسبب السيستميك كونجيشن. طب الكالر، الكالر يا سلام، ده ممكن يبقى جومبس. ليه جومبس؟ لو فيه هيباتيك كونجش اللي هي سيستميك كونجش هيعمل جومبس. طب لو اصلا ما عندوش سيستميك كونجشن خلاص مش هيبقى فيه جومبس. ممكن الاقي فيه بالور. ليه؟ تعرف ان الانيميا احد اسباب الهاي كاردياك اوتبوت فيلير، ومجرد ان انت تشوف البالور وتطلب سي بي سي تلاقي الهيموجلوبين 6 تدي له باك ده ار بي سيز الهارت فيلير يتحسن. طب امتى ساينوزس؟ والله لو الساينوزس ممكن يكون سنترال او بيرفرال. يعني ايه سنترال ساينوزس؟ يعني الدم اللي بيسيب القلب ساينوتيك. يعني ايه بيرفرال ساينوزس؟ يعني الدم اللي بيسيب القلب كويس بس بسبب سلاجش سيركيوليشن بيحصل بريفرال ساينوزس. البريفرال ساينوزس بيحصل في الحالات الشوك، كارديوجينيك شوك وهايبوتنشن، فبيحصل بريفرال فازو كونستريكشن وتلاقي اطرافه ساقعه ومتلجه وساينوتك. دي سهل. اما عيان اللي عنده سنترال ساينوزس، ده الدم بيسيب القلب ساينوتك بسبب كونجينيتال هارت ديسيز او بسبب شيست، ما عندوش اوكسجينيشن في اللنج او عنده شنتنج جوه القلب. تاني، احنا لسه في الجنرال اكزامينشن. طب هو العيان بشوف فيه كل ده؟ لا، انت لازم تعرف انت بتتكلم عن ليفت سايد هارت فيلير، فهتدور على دلالات البلمونري كونجيشن، ولا العيان رايت سايد هارت فيلير هتدور على دلالات السيستميك كونجيشن، والاثنين ممكن تشوف فيهم لو كاردياك اوتبوت، والاثنين ممكن يجوا بالكومبليكيشن اي اف وكارديوجينيك شوك. فاحنا بندور ايه السبب. يبقى شفنا المينتاليتي، شفنا الفيتال ساينز بلس بلاد بريشر تمبريتشر ريسبيريشن، دخلنا على الابيرنس والبيلت والكالر، واخيرا الديكيوبيتس. واحد عنده ليفت سايد هارت فيلير هيبقى اورثوبنيك. يعني ايه اورثوبنيك؟
أرصدنك يعني مش قادر ينام على ظهره. ديسنيا اون لاينج فلات ذات امبروف والسيتنج. هو ده تعريف الأرصدن. ليه؟ عشان عنده كونجيشن، يجي ينام الفينس ريتيرن يزيد، يتلود على الرئة، يحصل مور كونجيشن. ماشي. طيب الريجونال اكزامينيشن هيفرق معايا في حاجه؟ تعالى كده نشوف. الهيد يعني مش هتلاقي فيها حاجه، بس النيك فيها حاجه مهمه جدا، هي النيك فينز. والكونجستد نيك فينز دي احد اقوى دلالات السيستميك كونجيشن. يعني لما تلاقي، لما ودي بقى سكيل المفروض تتعلمها في الكلينيكال، لما في الكلينيكال يقول لك دور على كونجستد نيك فينز، دي مهمه، ده انت ممكن تلقط عين هارت فيلير بسبب كونجستد نيك فينز. فاهمني؟ النيك فينز مهم. ايه تاني؟ قال لك ان انت ممكن تلقط العين ده عنده جويتر، ويبقى الجويتر ده يخليك تطلب الثيرويد بروفايل، فتلاقي هايبر ثيرويديزم، والهايبر ثيرويديزم احد اهم اسباب الهاي كارديك اوتبوت فيلم. طب الابر ليمب هتلاقي فيه حاجه؟ فوته. اللور ليمب طبعا، ده اللور ليمب اديما احد اهم اسباب السيستميك كونجيشن. اللور ليمب اديما بتبقى بايلاترال بيتك. احيانا في الناس اللي هي البيد ريدن اللور ليمب دي ما تبقاش موجوده. تقول يعني ازاي يعني اعمل ايكو ولا العين عنده هارت فيلير وعنده ارثوبني وما عندوش لور ليمب اديما؟ اصل اللور ليمب اديما او الاديما عموما في الهارت فيلير بيسموها ديبندنت اديما، يعني بتحصل في اوطى حته في الجسم. البيد ريدن ده اللور ليمب مرفوعه، هتحصل فيه اديما ازاي؟ ده تقلبه على بط على ظهره، تقلبه على بطنه وتدوس على السكرم، هتلاقي فيه عنده سكرال إديمة، وممكن ده يبقى الـ only sign of systemic congestion في العيان البدردل. شايفين احنا بنتعلم كيز؟ افتح كده الكشكول بتاعك واكتب الكيز. يبقى احنا دلوقتي شفنا بندور في systemic congestion، في pulmonary congestion، في low cardiac output، في complication ولا لا، وهل في سبب لهاي كارديك اوتبوت فيلير ولا لا. تعال نخش الاذر سيستم. احنا لغايه دلوقتي قلت لي ممكن اشوف في اسايتس، وممكن اشوف لور ليمب اديما، ممكن اشوف كونجستد نيك فينز. انا لغايه دلوقتي ما شفتلكش ساين للبلمونري كونجيشن غير الارثوبنيا اللي انت قلت لي عليه. ما هي البلمونري كونجيشن دي بتحصل فين؟ هتلاقيها وانت بتعمل شيست اكزامينيشن، تيجي تحط السماعه على ظهر العيان تلاقي عنده طقطقه انسبيراتوري فاين بيزل في البوس لانج بيزس، وهي دلاله بلمونري كونجيشن بايلاترال بيزل فاين كريبيتيشن. اما لو العيان جاي لك باكيوت بلمونري ديما، هتلاقي كورس كريبيتيشن، شيشه على الرئه بتاعته يمين وشمال، تلاقي العيان بيموت كانه غرقان غرقان في السكريشنز بتاعته. طب الابدومينال اكزامينيشن، والله لو العين عنده سيستميك كونجيشن هتلاقي عنده هيباتوميجالي كونجيشن، لو عنده سيستميك كونجيشن ممكن تلاقي عنده اسايتس. طيب هل الاسايتس بتحصل الاول ولا اللور ليمب دي ما بتحصل الاول؟ احنا قلنا الهارت فيلير ده عيان طشت. يعني ايه طشت؟ يعني بيبقى من تحت لفوق، يعني اللور ليمب دي ما تحصل الاول وبعد كده ايه الاسايتس. الله يفتح عليكم. طب نفترض ان الاسايتس حصلت قبل اللور ليمب اديما، ايه اشهر الاسباب؟ ان يكون عيان هيباتك، سيبك من الكارديك، عيان هيباتك. طب في اسباب في القلب تعمل ده؟ البريكارديال والترايكاسبيد ديسيز، لانهم بيعملوا ماركت هيباتك كونجيشن، والهيباتك كونجيشن بيعمل اسايتس قبل ما بيعمل اللور ليمب اديما. طب في النيورولوجي، ما خلي بالك العيان ممكن يكون كومبليكيتد بستروك، فممكن تلاقي ايفيدنس اوف هيميبليجيا بارابليجيا بسبب ستروك، بسبب الهارت فيلير، لانه بيعمل ستيزس، ممكن يحصل جلطات جوه القلب والجلطات دي تنتقل للمخ وتعمل ستروك. ماشي، يعني انا كده عملت جنرال اكزامينشن. طب لوكال اكزامينشن هدور على ايه؟ طبعا هتدور بقى على ستراكشرال ابنورماليتي، هل في ليفت فينتريكولار انلارجمنت ولا لا، هل في رايت فينتريكولار انلارجمنت ولا لا، هل في بالمونري هايبرتنشن ولا لا. هو البالمونري هايبرتنشن يحصل ليه؟ خلي بالك، ما انا ما قلتلكش سر. ليفت سايد هارت فيلير ده هيعمل بالمونري كونجيشن، يفضل كونجيشن كده على طول؟ لا، يحصل بالمونري فازو كونستريكشن عشان يقلل الدم اللي رايح على الليفت سايد اوف ذا هارت.
فده يرفع ضغط الشريان الرئوي ويعمل بالمونري هايبر تنشن. البالمونري هايبر تنشن يروح عامل لي رايت سايد هارت فيلير، والرايت سايد هارت فيلير دوت يعمل سيستم الكونجيشن. ايه دلالات الليفت فينتريكولار هايبرتروفي او انلارجمنت؟ دلالات الليفت فينتريكولار انلارجمنت احنا قلناها في الكلينيكال ان الليفت فينتريكل ورا الرايت فينتريكل، الليفت فينتريكل ورا، فبالتالي الليفت فينتريكل ده تاتشنج الشيست ان وان بوينت، انما الرايت فينتريكل تاتشنج الشيست كله لانه انتيريور. لما الليفت فينتريكل بيكبر بيكبر تحت والبره، فبيشفت داون اند اوت، ولكن الايبكس بتظل لوكالايزد، يعني تقدر تحددها بصوعين. امتى تكون هايبر دايناميك؟ في الحاجات اللي بتعمل فوليوم اوفرلود، وامتى تبقى ساستين؟ في الحاجات اللي بتعمل بريشر اوفرلود. يعني ايه هايبر دايناميك؟ بسبب الدايلاتيشن، في ستارلينج لو، في كونتراكشن، هايبر دايناميك. يعني ايه ساستينت؟ يعني في بريشر اوفرلود، يعني بتحزق، فبتبقى ساستينت ايبكس. طب واحد هيقول لي بقى سؤال، هو الهايبرتروفي اللي بيبقى مع ساستينت ايبكس ده الايبكس بتشفت فيه؟ في الاول لا، انما لما بيحصل هارت فيلير وفيلير اوف كومبنسيشن بتدايليت. خلصت. طب ايه دلالات الرايت فينتريكولر انلارجمنت؟ الرايت فينتريكل قدام فبيشفت اوتورد مش داون، اوتورد، وبيتاتش الشيست في كذا بوينت، فبالتالي بتبقى الايبكس ديفيوز، ما انتش قادر تحددها بصباعين. وبيحصل ايه بقى؟ بيحصل باراسترنال بلج اند ايبيكال ريتراكشن. ولما بتلاقي ساستيند بيبقى الساستيند باراسترنال اريا مش الايبكس، بيبقى ساستيند باراسترنال اريا بسبب البلمونري هايبرتنشن. طب ايه دلالات البلمونري هايبرتنشن في الانسبكشن والبلبيشن؟ ان انت تلاقي في بلمونري بلسيشنز ودايستوليك شوك في البلمونري. بلسيشن وعرفناه، امال ايه الدايستوليك شوك ده؟ ده يقابل الاكسنتويتد بالمونري كومبوننت اوف سكند هارت ساوند اللي بيحصل بسبب البريشر في البالمونري ارتري. ما هو البريشر بتاع البالمونري ارتري ده هو اللي بيقفل البالمونري فالف بعد ما السيستول بيخلص. لما البريشر يبقى عالي هيرزعه مره واحده، هيعمل اكسنتويتد سكند هارت ساوند، ده تسمعه بره وتحس ايه؟ وتحس دايستوليك شوك. يبقى احنا في الانسبكشن والبلبيشن عايزين نشوف هل الليفت فينتريكل كبر، فهشك ان ده ليفت فينتريكولار فيلير. هل الرايت فينتريكل كبر؟ يبقى رايت فينتريكولار فيلير. هل الاثنين كبروا؟ يبقى باي فينتريكولار فيلير. هل في بالمونري هايبر تنشن ولا لا؟ طب الاوسكالتيشن عايز اشوف هل الفالفات هي سبب المشكله ولا لا؟ هل في مرمر يقول لي في مثلا ميترال ستينوزس فاقول ان ده ليفت اتريال فيلير؟ هل في مرمر في اورتيك ستينوزس؟ هل في مرمر في ترايكاسبيد ريجيش؟ واشوف في اكسنتويتد سكند هارت ساوند على البلمونري اريا ولا لا؟ لو لقيته فدي دلاله وجود بلمونري هايبر تنشن. طيب يعني انت ممكن يجي لك عيان بيشتكي من ديسنيا، تفحصه تلاقي عنده ليفت فينتريكولار انلارجمنت، تقول انت عندك ليفت سايد هارت فيلر. ممكن عيان يجي لك يشتكي من سيستميك كونجيشن بس، تفحصه تلاقي عنده رايت فينتريكولار انلارجمنت، تقول ده عنده رايت فينتريكولار فيلر. واحد جاي لك بالديسنيا ولور ليمب ديما، تفحصه تلاقي عنده ليفت ورايت فينتريكولار انلارجمنت وبالمونري هايبر تنشن، فتقول ان هو عنده كونجستيف هارت فيلر. طب العيان ده عايز تكونفيرم بقى وتعمل له ورك اب بالانفستيجيشن، تعمل ايه؟ اولا عندنا كده في روتين لاب بنعمل تشيك للناس كلها، سي بي سي عشان الانيميا وعشان الانفكشن، ايرن انديسز، ودي حاجه جديده بقى بيقول لك ان الايرن ديفيشنسي بيبريسيبيتيت الهارت فيلير، ولما تكوركت الايرن هتحسن البروجنوزس بتاع الهارت فيلير، خاصه الانترافينوس ايرن ريبليسمنت مش الاورا. هتدور على الكيدني فانكشنز والالكترولايتس، لان بيز لاين، لان الادويه اللي هتديها هتاثر على الرينال فانكشن، فلازم تتابعها بالرينال فانكشن، ليفر فانكشن تيست. يبقى احنا الحاجات الروتين اللي عملناها سي بي سي، اير،
كدني فانكشن ليفر فانكشن ثايرويد بروفايل. امال ايه البي ان بي ده بقى؟ ما هو ده الناتريوريتك بيبتايد اللي انا قلت لك دي حاجه حلوه بتزيد في الهارت فيلير، ودي احد الانفستيجيشن القاطعه اللي تقدر تقول لك دي كاردياك ولا شيست ديست. يعني انت جاي لك عيان دي كومبنسيت الديسنيا في الاستقبال وعندك الفاسيلتي ان انت تطلب له بي ان بي بريناتوريتك بالطايد، لو لقيته عالي ده هارت فيلر، لو لقيته نورمال ده شيست. شكرا. اقول لك تريكه تانية، نيك فينز، شوف النيك فينز كونجستد هارت فيلير، لو مش كونجستد يبقى عيان شيست. اقول لك تريكه ثالثه بيعملوه في الاستقبال، بيركبه كان لسنترال فينس وبيشوفوا السنترال فينس بريشر بيسوق، لو عالي يبقى كاردياك، لو واطي يبقى نون كاردياك. يبقى شفنا روتين سي بي سي، ايرن، كيدني فانكشن، ليفر فانكشن، ثايرويد بروفايل، وبي ان بي. طب اعمل اي سي جي، هدور على ايه؟ هدور على تشامبر انلارجمنت. اللي هي ايه؟ روح بقى شوف محاضره الاي سي جي بندور على تشامبر انلارجمنت ازاي. بندور على اريزميا هنستناها في بارت 2، بندور على اسكيميك هارت ديزيز روح في محاضره الاي سي جي. شيست اكس راي بندور على ايه؟ بندور برضو نشوف في تشامبر انلارجمنت ولا لا، في بالمونري كونجيشن في اللانج فيلد ولا لا، هل في اذر شيست كوزس للديسنيا زي البلورال افيوجن ولا لا. ايه تاني؟ ايكو. ايكو دي اشعه تلفزيونيه على القلب، هقيم بيها كل حاجه. والايكو دلوقتي هو الانفستيجيشن القاطع في الهارت فيلد، هيقول لي الهارت كبير ولا نورمال سايز، السيستوليك فانكشن والايجكشن فراكشن بتاعتها كويسه ولا لا. شايف الايجكشن فراكشن بتحسب ازاي؟ كميه الدم الايجكتد اللي هو الاند دايستوليك ناقص الاند سيستوليك، يعني كان حجمه مثلا في الدايستول سي 5 وحجمه في السيستول 3، فخمسة ناقص 3 2، الاثنين دول اللي هم طلعوا منه او الحجم اللي نزل منه فوليوم كفوليوم، تمام؟ الاجكشن فراكشن. ويشوف الدايستوليك فانكشن اخبارها ايه، يشوف الفالفات عامله ايه، يشوف في اسكيميك هارت ديزيز ولا لا، يشوف في بالمو هايبر تنشن ولا لا. فالايكو مانداتوري في العيان بتاع الهارت فيلر. في حاجات بقى بنطلبها سبيشال، يعني ايه؟ يعني عيان عنده ريستريكتيف كاردوميوباسي وعايز اعرف ايه سبب الريستريكشن، بطلب له كاردك ام ار اي علشان اشوف ده امايلودوزيس، ايه سبب الكاردوميوباسي زي ما هتشوفها في المايكارديال ديزيز. احيانا يكون عنده واحد عنده هارت فيلير وانا ما اعرفش سبب الهارت فيلير ده اسكيميا ولا لا، فبعمل له حاجه اسمها دوبيوتامين ايكو، يعني اشعه تلفزيونيه بالمجهود الدوائي، دي هتفرق الاسكيميك من النون اسكيميك كاردوميوباسي. احيانا باخده من ايده لو انا شاكك في اسكيميك كاردوميوباسي، اخده من ايده واعمل له كروناري انجيوجرافي عشان لو عنده مشكله في الشرايين اصلحها له. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ايه الديفينيشن بتاع الهارت فيلير، ايه الاسباب بتاعه الهارت فيلير، ايه الكلاسيفيكيشن اوف هارت فيلير، ايه البريزنتيشن بتاع الهارت فيلير، ولما تقوم تفحص عيان هارت فيلير هتلاقي ايه فيه في الجنرال واللوكال اكزامينشن، وايه الانفستيجيشن اللي هطلبها وبتدور عليها على ايه. ولازم كل الحاجات تبقى متربطه في دماغك. دلوقتي فاضل حاجه واحده بس، ان احنا نعمل تريتمنت للهارت فيلير. تعالى نعمل تريتمنت للهارت فيلير. انا دلوقتي شخصت العيان هارت فيلير وكونفيرمت الدايجنوز بالانفستيجيشن، عندي اوبجكتيفز لازم احققها. واحد، الراجل ده كونجستد، لو كونجستد اديله دايوريتك عشان تنزل الفوليوم اوفرلود اللي جواه، ماشي. اتنين، لازم تبدأ الادوية اللي بتقطع الكومبنساتوري ميكانيزم الضارة علشان تمنع البروجريشن اوف هارت فيلير. ايه الكومبنساتوري ميكانيزم الوحشة؟ الراس سيستم، اديله راس بلوكرز، اديله ايس او اربس او حاجة اسمها ارني هنعرفها دلوقتي. طب ما الراس سيستم ده فيه الدوستيرون، اديني مينرالو كورتيكويد انتاجونست انتي الدوستيرون. الكومبنساتوري ميكانيزم فيها سمباثيك اوفر ستيميليشن، هتدي بيتا بلوكرز. وفي دلوقتي حاجه طالعه بقى جديده اسمها صوديوم جلوكوز ترانسبورت انهبيتورز، اثبتت فعاليتها في الهارت فيلير في الناس الدايبيتك والنون دايبيتك، وهنعرف ليه دلوقتي. يبقى الديزيز موديفاينج ايجنت في الهارت فيلير هي الحاجات اللي بتوقف الكومبنساتوري ميكانيزم الضاره، ايس، اربس، ارني، والمينرال كورتيكويد انتاجونست، البيتا بلوكر، والصوديوم جلوكوز.
الاس والاربس والارن ما تاخدوش مع بعض واحد فيهم، يبقى احنا هندي 4 ادويه بيسموها الفور بيلرز او الديسيز موديفاينج ايجنت، اس او اربس او ارن زائد بيتا بلوكر زائد مينرالوكورتيكويد انتاجونست اللي هو سبايرونولاكتون زائد صوديوم جلوكوز ترانسبورت انهبيتور. وبعد كده اعمل لايف ستايل موديفيكيشن واشوف الريسك فاكتورز والبريسيبيتيتنج فاكتورز دخلت في هارت فيلير واعالجها، وعالج الاسوشيتد كونديشن، جاي لك مثلا باريزمي عالج، جاي لك بفالف عالج، اسكيميك هارت ديزيز عالجه، وفي انترفنشن اوبشن بعد ما الميديكال تريتمنت يجيب اخره. 1 دايوريتكس، لا تستخدم الدايوريتكس الا لو كان العيان كونجستد، يعني غير مقبول ان عيان عنده سيستوليك ديسفانكشن وما بيشتكيش اسيمتوماتيك وما عندوش لور ليمب ايديما والاقيك حضرتك مديله دايوريتكس. طب ايه اشهر دايوريتكس بتستخدم؟ اللوب دايوريتكس. اللوب دايوريتكس في حاجات شورت اكتنج زي الفلوزيمايد، وفي حاجات لونج اكتنج زي التورزيمايد. لو هتدي في البيت ادي تورزيمايد، لو هتدي في الهوستل ادي فلوزيمايد. ماشي، طب لو انت قلت لي اتابع اللوب دايوريتك ده بايه؟ الله يفتح عليك، صح، هتتابعه بوظائف كلى لانه شغال على الكلى، وتتابعه بوتاسيوم لانه بيعمل هايبوكاليميا. اكسلنت، ايوه كده، حاجات من البيزك ساينز كده عشان تتابع بيها كلينيكال. كلينيكال انت عايز تدي عيان، طب اتابعه تاني ازاي؟ ايوه انت بتقول لي عايز اشوفه بيتحسن ولا لا. لو في المستشفى شوف بياخد فلويد قد ايه وبيطلع يورين قد ايه وانت تعرف هو بيتحسن ولا لا. طب لو في البيت اوزنه، صح، كل يوم يوزن نفسه ويسجله ويبعته لك على الواتس. لو كل يوم وزنه بينزل يبقى معنى كده الكونجستن اللي في جسمه بينزل، لو كل يوم وزنه بيزيد يبقى الدايوريتك مش شغاله، وفي حاجه اسمها دايوريتك ريزيستنس وحاجات كده ادفانسد لو عايز تبقى تستمتع بقراءتها. الديسيز موديفاينج ايجنت عملوا عليها ستاديز وترايلز، اكتشفوا ان كلهم في الهارت فيلير ويز ريديوسد ايجكشن فراكشن بيقللوا المورتاليتي. عشان كده كل الارشادات العالميه بتريكومنت، ولكن دورهم في المايلد ريديوسد والبريزيرف ديجكشن فراكشن عليه علامات استفهام. الوحيد الهيرو اللي شغال في كله هو الصوديوم جلوكوز ترانسبورت انهبيتورز. تعال نمسك واحد واحد. الاس انهبيتور ده هيشتغل على ايه؟ هيشتغل على انجيوتنسين كونفرتنج انزيم اللي كان بيعمل ايه؟ اللي كان بيحول الانجيوتنسين 1 لانجيوتنسين 2 فيضرب الراس سيستم في مقتل. حلو، طب ده هيعمل ايه برضو؟ ده هيقلل انجيوتنسين 2 اللي كان بيعمل بازو كونستريكشن وسولت ووتر ريتنشن ومايوكارديال فايبروزس. كويس قوي. طب الاربس هيعمل ايه؟ الاربس يا عم سيبك من الاس، بس هيروح على الانجيوتنسين ريسبتور يقفلها. الانجيوتنسين 1 ريسبتور بروكن، فهيقلل برضو السولت ووتر ريتنشن والفازو كونستريكشن والمايوكارديال ريموديلنج. طب يفرق عن الاس؟ قال لك الاس ساعات بيعمل في بعض الناس دراي كوف، انما الاربس ما بيعملش دراي كوف. الاس بيعمل انجيديما، الاربس اقل في عمل الانجيديما. وهنا انصحك ان انت تروح تقرا الديتيلز بتاعت الميديكال تريتمنت فين فين، صح، في البيزك ساينس. طيب ايه تاني؟ في حاجه اسمها ارني. ايه يا عم الارني ده؟ ده حاجة اسمها انجيوتنسين ريسبتور نيبرلايزنج انهبيتور. ده بيدي الاربس اللي هو الفالزارتان وبيضيف معاها حاجة اسمها نيبرلايزنج انهبيتور. هو ايه النيبرلايزنج ده؟ قال لك النيبرلايزنج ده اصلا بيكسر الكومبنساتوري ميكانيزم الحلوة اللي كان القلب مطلعها للناتروريتك بالطيب. مش الناتروريتك بالطيب دي الكومبنساتوري ميكانيزم الحلوة اللي بتعمل فازو دايلاتيشن ودايلوسيس؟ النيبرلايزنج ساعدته بيكسرها، فراحوا مطلعين دواء يعمل انهبيشن النيبرلايزنج السيء فيسيب الكومبنساتوري ميكانيزم الحلو اللي هي الناتروريتك تشتغل وتبقى زي الفل. عشان كده الارني اللي هو اسمه في السوق انترستو دلوقتي احد الادويه القويه في مجابهه الهارت فيلر. يبقى يا تدي اس او اربس او ارني. اتفقنا؟ اتفقنا. طب الصوديوم البيتا بلوكرز
البيتا بلوكرز هنديها عشان نابورت الكومبنساتوري ميكانيزم الوحش اللي هي السمباثيك اوفر اكتيفيشن اللي كان هيزود الاكسجين ديماند ويعمل تاكي كارديا ويعمل فازو كونستريكشن، تمام؟ فالبريفنت الديليتوريوس افكت بتاعت السمباثيك نيرفوس سيستم على الهارت هيقلل التاكي كارديا ويقلل المايكارديال فايبروسيس. ولكن البيتا بلوكر ليه نيجاتيف اينوتروبيك اكتيفيتي. يعني ايه نيجاتيف انوتروبيك اكتيفيتي؟ يعني هيقلل الكونتراكشن، فلازم تبدا بجرعه بسيطه جدا وتزود تدريجيا كل اسبوعين، لانه ممكن يعمل انيشيال وورسنج اوف هارت فيلير. طب لو عمل تزود جرعه الدايوريتك ترانزينت مؤقتا لغايه لما نعدي المرحله اللي ممكن يحصل فيها ديتيريوريشن، وبعد كده القلب يستفاد منه على اللونج تيرم. وكانت صيحة كبيرة ادخال البيتا بلوكر في الهارت فيلير، والناس كانت زمان بتقول لك ايه الغباء ده، يعني واحد يبقى عنده هارت فيلير ادي له حاجة تعمل سيستوليك ديسفانكشن؟ شوف، لقيوا ان ده بيقطع السايكل بتاعت السمباثيك اوفر اكتيفيتي ويقلل الفايبروزس ويقلل التاكيكارديا ويحسن الاوتكم على اللونج تيرم. طب الدوسترون انتاجونست دي ليه؟ ما هو الراس سيستم بيطلع الدوسترون، والالدوسترون بيعمل سولت ووتر ريتينشن ومايكارديال فايبروزس، فده بيقلل الالدوسترون افكت اللي هو السبايرونولاكتون والابليرينون. تيجي بقى تقول لك طب وايه الفرق بين السبايرونولاكتون والابليرينون؟ اقول لك من الفارما ان السبايرونولاكتون بيعمل جاينيكوماستيا، انما الابليرينون ما بيعملش. طب السبايرونولاكتون ده كان بيسموه البوتاسيوم سبرينج دايوريتك، يعني كده لما هديه هيحافظ على البوتاسيوم اللي كان اللود دايوريتك بيوطيه، صح؟ ودي احد الترو بينفيت بتاعته، ان هو هيمنع الهايبوكاليميا لما بيتاخد مع اللود دايوريتك. بس خلي بالك ان الايس والاربس والارني بيعمل هايبركاليميا والسبايرونولاكتون بيعمل هايبركاليميا، فلما تديهم مع بعض لازم تتابع وظائف الكلى وتتابع البوتاسيوم ليفل. يبقى عيان الهارت فيلر هتابعه بايه؟ هتابعه بكريات اند بوتاسيوم. ليه؟ علشان اللوب دايوريتك هتعمل هايبوكاليميا، الاس والاربس والارني والسبيرولاكتون هيعمل هايبركاليميا، وكل الادويه دي بتاثر على وظائف الكلى. طب ما تسالني سؤال، هل هناك كونترا انديكيشنز؟ اه طبعا، لو انت عندك وظائف الكلى الكرياتينين اكتر من 2.5 مش هتعرف تدي لا ايس ولا اربس ولا ارني ولا هتعرف تدي سبايرون لاكتون، الا الايس باستشارة دكاترة الكلى. ولو البوتاسيوم اكتر من 5.5 كونترا انديكيتد ان انت تدي سبايرون لاكتون. فمهم قوي ان انت تقرأ البيزك ساينس، لان الديتيلز دي كلها مهمة قوي فيه. تمام. طيب صوديوم جلوكوز ترانسبورت انهيبيتورز، عندنا ادويه اسمها امباجليفلوزين ودابجليفلوزين. طب بتعمل ايه دي يا سيدي؟ قال لك دي بتعمل تمنع الاكس تشينج بتاع الصوديوم جلوكوز على مستوى الكدني، فبتنزل الجلوكوز في اليورين وتنزل الميه في اليورين وتقلل الفوليوم اوفرلود. ادي واحد. قال لك تاني حاجة بتخلي البنزين بتاع القلب مش جلوكوز، بتخلي البنزين بتاع القلب كيتون، وده بيبقى احسن له قوي. مش فاهم يعني. من الاخر بيسموا الصوديوم جلوكوز ترانسبورت انهيبيتورز السمارت دايوريتكس، اللي بتعمل دايوريسيس وبتحسن الميتابوليك باسواي بتاع الجسم، وفي نفس الوقت ما بتعملش الكترولايت ديستربنس زيها زي اللوب دايوريتكس. لما عملوا ستادز لقوا انها بتقلل المورتاليتي في كل المرضى الهارت فيلير ويز ريديوسد سيستوليك فانكشن، هارت فيلير ويز مايلد ريديوسد، اند هارت فيلير ويز بريزيرفد سيستوليك فانكشن. ايه تاني يا سيدي؟ لايف ستايل موديفيكيشن، عد ولا حرج، سولت ريستريكشن، ويت ريدكشن، الكحول ستوب سموكينج، الجرادوال اكسرسايز دي بروجرام، كنترول للهايبرتنشن، كنترول للديابيتس وخاصة معاك الصوديوم جلوكوز، كنترول الانيميا والارن ديفيشنس، شيست انفكشن صلحها،
كلينيكال سب كلينيكال ثايرويد يصلحها، المسكنات عمالة على البطال وقفها. طيب هل في انترفينشن اوبشنز؟ اه في انترفينشن اوبشنز. عيان الهارت فيلير ده عنده قابلية ان هو يموت مرة واحدة، عشان كده الامبلانتد كارديوفيرتوال ديفايس بيمنع المورتاليتي، بيقلل المورتاليتي في العيانين دول. طب مين؟ قال لك ممكن تركبه الواحد اصلا ما حصلوش حاجه قبل كده، لمجرد ان عنده سيستوليك ديسفانكشن ومفيش ريفرسبل كوز تصلحه. يعني واحد عنده سيفير سيستوليك ديسفانكشن ديسبايت ان انت مديله الاوبتيمال ميديكال تريتمنت ومفيش ريفرسبل كوز، ركب له اي سي دي. ليه؟ عشان لما يخش في اف يعمل لها ابورشن ويقلل المورتاليتي في العيان ده. او عيان عنده هارت فيلير بس حصل له كاردياك ارست ورجع، يعني قلبه وقف واشتغل، او دخل في الفنتريكولار اريزميا وربنا نجاه منها، فبتركب له الامبلانتبل كارديوفيرتور ديفايس علشان تمنع الريكرنس اوف كاردياك ارست. طب السي ار تي ايه؟ السي ار تي ده قال لك في بعض الحالات الهارت فيلير ده يكون سببها ان الواحد عنده باند البرانش بلوك، ليفت باند البرانش بلوك مثلا، بتخلي التو فنتريكلز مش بينقبضوا مع بعض، فاحنا بنركب جهاز يعمل ريسينكرونايزيشن للتو فنتريكلز هما ينقبضوا مع بعض، فبنركب واحد سلك يمين وسلك شمال يستثير او يشتغل مكان البندل اللي وقفت، فيشغل القلب تاني ايه مع بعض. طب الهارت فيلير ده لما بيكبر الانلس بتكبر وبيحصل مايترال ريجيرج، وده بيورسن الهارت فيلير، فطلعوا على حاجه اسمها مايترال كليبنج، كليب كده بيمسك المايترال فالف في بعضه وبيحسن المايترال ريجيرج. طب الترايكاسبيد كليبنج في ترايكاسبيد ريجيرج. طب بالنسبه عندك حاجه اسمها فنتريكولار اسيستد فاي، اه ده واحد بقى فقد فيه الامل، بنركب له قلب صناعي جواه يشتغل فنتريكولار اسيستد ديفايس، واخيرا اخر المطاف هو الكاردياك ترانسبلانتيشن. انا عارف درس طويل ورخم بس معلش يعني استحملني، كل ما تعيد وتزيد فيه هيثبت معاك ان شاء الله. طب الاكيوت هارت فيلير، هل ينفع بقى عين اكيوت هارت فيلير تشتغل معاه كده اسمك ايه يا حجوج وعندك كام سنه وجنرال اكزيميشن ده، تاخده من ايده كده في الطوارئ واحد جايب اكيوت ديسنيا اي بي سي دي ابروتش اير واي، لو بتكلم معاك يبقى بيتك تلبريس الدوره هتلاقيه تكبنك وديسنك، تسمع السماعه على صدر لاي كورس كريبيتيشنز افري وير، بالمونري ديما شوف الساتوريشن بسرعه، احسن يكون الاكسجين قليل، ولا الاكسجين قليل تديله اكسجين ماسك لو الساتوريشن تحت 90%. ايه تاني؟ سيركيوليشن، بص تلاقي عيان تاكي كارديك عنده تاكي كارديا وتشيك الارتيريال بلاد جاز. عيان الاكيوت هارت فيلير ده ممكن يكون عنده ايه؟ ده ممكن يكون عنده ميتابوليك اسيدوزس، ممكن تلاقي عنده في البلاد بريشر، تلاقي البلاد بريشر عالي قوي، هو ده سبب الاكيوت هارت فيلير، اول ما تدي له النيتريتس والضغط يظبط الهارت فيلير يتحسن. ممكن تلاقي الضغط واطي كارديوجينيك شوك، فبالتالي يحتاج ان انت تدي له ايرجنت فازو بريسورس. الديسابيليتي، هل عنده اليرت ولا ديستربت كونشس ليفل اللي ممكن يحصل في الشوك او الستروك؟ ممكن العيان يكون هارت فيلير او عنده ستروك، ممكن العيان يكون الهارت فيلير عنده ميتابوليك اسيدوزس بسبب الرينال فيلير والدايبيتيك كيتو اسيدوزس، ممكن السي او 2 ريتنشن والريسبيراتوري فيلير يعمل لك ديستربت كونشس ليفل. ولازم تشوف الراندوم بلاد شوجر، ليه؟ لان ممكن العيان يكون دايبيتيك كيتو اسيدوزس واكيوت هارت فيلير، وتصلح الهارت فيلير ويموت من دايبيتيك كيتو اسيدوزس. بعد كده تعمل اكسبوجر كده بسرعه، تبص على العين كده من راسه لساسه لغايه، وعشان تطلب ايرجنت انفستيجيشن. طب ايه الامرجنسي مانجمنت؟ بسرعه دخله في السي سي يو، واحد اتنين لو البلاد بريشر كويس اديله دايوريتكس وركب يورين كاستر. اوعى تدي دايوريتك عين استقبال هارت فيلير وما تركبلوش اسطره بول، هيتر على نفسه وهيخش في سايكيك تروما. لو في سيفير هايبرتنشن ادي نايتريتس، لو سيفير هايبوتنشن ادي فازو بريسورز وانوتروبس. شايف ده ايمرجنسي مانجمنت. بعد كده ايمرجنسي انفستيجيشن بسرعه، عايز اعرف ايه سبب الاكيوت هارت فيلير ده، اي سي جي وكاردياك انزايم عشان يكون اكيوت مايوكاردال انفاركشن، عايز بسرعه عايز اتاكد ده كاردياك ولا نان كاردياك، بي ان بي برين ناتوريتك بالتايد لو موجود، شيست اكس راي اشوف البلمونري كونجيشن البلمونري ديما، اشوف في شيست انفكشن، اشوف في دايليتد اورتيك روت احسن يكون في اورتيك دايسكشن وهو اللي عامل الاكيوت هارت فيلير، وهو اللي عامل الاكيوت هارت فيلير. ايكو، ايكو ده مانداتوري يكون موجود في اي طوارئ، بصت ايكو هتعرف العين ده هارت فيلير ولا مش هارت فيلير. طب جوه هتبدا ايه؟ الـ
اديته الدايوريتكس والنايتريتس وظبطت الدنيا، ابدا بقى الجايد لاينز بيزد تريتمنت الاسو او الارني او الاربس مع السبايرولاكتون مع البيتا بلوكرز مع الصوديوم جلوكوز، اي بريسبتينج فاكتور دخلته في الهارت فيلير عالجها، اي ريفرسبل كوز زي الاسكيميا عالجها، ممكن توصل عند يخش القسطره لو كان اللي جايبه اكيوت كورونا سيندروم. شايف؟ شايف انا اصلا بتكلم معاك بسرعه في عن هارت فيلير ليه؟ لان هو ده المفروض يبقى الاتيتيود تجاهك في الاستقبال، لازم بسرعه تنجزه، انما بقى اسمك ايه وعندك كام سنه وبتشتكي من ايه؟ هيفلفص في ايدك. طب العين الهارت فيلير ده اكتر عين بيموت، يعني السيرفايفل بتاعته 50% على 10 سنين، يعني الصراحة البروجنوز بتاع الهارت فيلير فيلي بور. صحيح التريتمنت دلوقتي حسنه، ولكن ما برضو لازال المورتاليتي بتاعته عالية و هوت اريا اندر انفستيجيشن. يا رب اكون فدتكم، ويا رب تكونوا يعني الدنيا اتبسطت شوية بالنسبة لكم. انا عارف الكمية كبيرة وتقيلة، بس هي ريكوردد معاكم في ساعة تقدر ان انت تسمعها مرة واثنين وثلاثة، وشكرا جزيلا.